عاصمة وادي مزاب، موطن شاعر الثورة المباركة مفدي زكريا. فسيفساء بقصورها المتجانس بنيانها، قلاع من عبق الماضي تتعانق مع حاضرها في لوحة تنفرد بها ملكة عرش الجمال. نجول بين أحضان هذا الإرث الحضاري، قصر غردايا تغرديت الذي تأسس العام 1048 للميلاد، والذي يقع بأعالي وادي مزاب، وقد تم تصنيفه العام 82 من طرف اليونسكو كتراث عالمي ومكسبا للحضارة الإنسانية بفضل هندسته المعمارية الفريدة. الهندسة المعمارية والتركيبة العمرانية للقصور تعتمد على البناء على المرتفعات لفسح المجال للزراعة في المنخفضات وعلى ضفاف الأودية وتجنب مخاطر الفيضانات. تبدأ بالنواة الأولى وهي المسجد، ومن المسجد يبدأ التفرع العمراني بالمساكن المحاذية للمسجد، مرورا بالشوارع بتفريعاتها الرئيسية الثانوية إلى الدروب، ثم تأتي ساحة الأسواق. ساحة السوق تكون بمحاذاة الأسوار وتطل على الجانب الخارجي للقصر لتسهيل التبادلات ما بين الداخل والخارج. في التركيبة العمرانية دائما نجد تكيف مناخي للعمران في قصور وادي مزاب، بحيث استعمال مواد البناء المحلية من تيم شمط وحجر وجذوع نخيل، كل هذه مواد متأقلمة مع الطبيعة يعني الصحراوية للمنطقة، ومن برودة الشتاء وحرارة الصيف، وكذلك طبيعة المسالك الملتوية التي يعني تتبع تضاريس المنطقة، تضاريس الأرضية. في قصر تغرديت تأسس سنة 1053 440 للهجرة، يسمى بالهجري. الآن عندنا 1000 سنة، رانا في 1444، وهو أول مسجد. كما نعرف بأن قصر تغرديت أو قصور وادي مزاب كلها تبدأ بالمسجد، لأن المسجد هو الأساس المجتمع. في هنا في قصور وادي مزاب أن كل الهيئات الاجتماعية تنتمي إلى الحلقة العزابة المسيرة الأولى في المسجد العتيق. والمسجد تأسس وبني بوسائل تقليدية ومحلية من الحجر والجير والجبس
و السوق الأول سوق أميدول والصومعة الصغيرة، لأن القصر تاغرديت موجود فيه صومعتين، الصغيرة تنتمي إلى النواة الأولى للقصر، والصومعة الثانية تأتي بعدها حوالي القرن السادس عشر للميلاد مع أحد المشايخ وهو الشيخ عمي المنظمات التي تسير المسجد والمدينة كلها اسمها القصر، من بينها حلقة العزبة هي المشرفة العامة على القصر من كل الأنظمة، من الزواج ومن قديما كان القضاء هنا في وسط المسجد، وهناك هيئة منظمة إيروان وهي المنظمة التي تسمى خاصيتها الفقه والقرآن الكريم، وهما من حفظ القرآن التي أسسها بين قصري غردايا وبنيزغن يقبع قصر مليكا شرق وادي مزاب الذي تأسس في القرن الحادي عشر ميلادي. قصر أتمليشت من بين أعرق القصور في غردايا في تغرديت، له مميزاته الخاصة، نمطه المعماري هو كنمط كجميع القصور الولاية أو المنطقة، تبدأ يعني في القمة الهرمية على شكل هرمي، فيه المسجد هي التي تعلو جميع المساكن، بعدها تجي باء وهي السوق الذي يلتقي فيه الناس حين خروجهم من المسجد. ما نمتاز به هنا في غردية أن هذه القصور آهلة، يعني الناس راهي مازال تسكن فيها إلى حد اليوم، ولهذا يعني تم يعني فيه ترميمات وفيه إصلاحات. أتمليشت ما تتميز على القصور الوادي مزاب الأخرى أنها جات في سفح من الجبل، يعني أكثر يعني هي المطلة على جميع القصور الأخرى. لما ندخل إلى أتمليشت يترمى إلى أذهاننا أنها كأنها هرم من الأهرامات المصرية، نجد يعني المساكن تتعالى واحدة وراء واحدة حتى نلقوا السوق. السوق فيه مسجد كما قلناها، وين يضم جميع الخرجات اللي يطلعوا على القصر يتصبوا في الشغل، يعني ملتقى في السوق وين فيه المسجد. وهذه هذا النمط المعماري فيه بزاف من الامور، من بينها الامور المناخيه والامور الامنيه، لانه يعني يحوطه يعني سور راه بقى منه شويه، وفيه الابواب تقريبا واحد خمس ابواب اللي يدخلوا منها. بقصر مليكا يتربع المسجد العتيق، هندسة معمارية غاية في البساطة، يسهر على تنظيم الحياة الاجتماعية داخل القصر. تأسس هذا المسجد في سنة 395 للهجرة، يعني في القرن في بداية القرن الحادي عشر، يعني الميلادي. وكان يعني زواره وعماره والمشايخ وغير ذلك، وحينما انتهت الحياة في هذه بتقلب الأزمان وما كان قديما من الصراعات وكذا، فني هذا القصر،
الناس رجعوا إلى القصر العلوي. هي معلم من معالم التاريخ ونحن بصدد ترميمها، وأول ترميم رممناها في بداية التسعينات، رممناها بهذا الشكل. يعني الترميم هي كل الشكل موجود ولكن الترميم لكي تبقى، ورممناها والحمد لله فهي سائرة. وعوض أن نهدمها لا، تركناها كمعلم للتاريخ. هذا المسجد لأغر مودي الجديد، يعني هو طبعا تابع للمسجد الكبير في ملكة العليا، كله يعني بالنسبة للوعظ ومجلس القرآن كله. هناك محضرة للبراعم لقراءة القرآن وتحفظه ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ أحاديثه عليه الصلاة والسلام، لكي ينشأ الجيل على الطريق المستقيم لجيله. وهذا هو السر يعني في بناء المساجد. السادس أكتوبر 61، تاريخ يستذكره ساكنة مليكة بكل فخر. فبين أسوار القصر شكلت خلية مجاهدين بقيادة أحمد طالب، سعيد عبادو، عابد زروال وآخرون، والتي كلفت بتجنيد وتنظيم اللجان الشعبية لجبهة التحرير الوطني لإجهاض سياسة فرنسا الاستبدادية لفصل الشمال عن الجنوب. كبار المجاهدين انتقلوا من ولاية بالسكرة إلى غردايا إلى هنا، وهم متابعين من جيش الاحتلال الفرنسي، وجدوا خير ملاذ وأمن لهم هنا في بلدة أتمليشت. ثم لما كشف أمرهم وقعت معركة، أخرج الرجال إلى ساحة معروفة الآن ساحة المعركة، والنساء والأطفال إلى المسجد العتيق الجامع. واستشهد قائد المجموعة طالب أحمد، وجرح آخرون منهم سعيد عبادو الذي كان وزير للمجاهدين، منهم المجاهد القرع محمد بن محمد منا من أتمليشت، منهم بمحمد عيسى وعيسي سكوتي ومجاهدين آخرين. فهذه المعركة مهمة هنا في الصحراء الجزائرية عموما، لأنها وضعت كما يقال المقصلة على المفصل في قضية فصل الصحراء عن الجزائر. والحمد لله استقلت الجزائر بكل أرضها وبكامل مدنها.
طبيعياً شاهداً على تاريخ المنطقة. قصر القرارة نموذج من نماذج قصور وادي ميزاب السبع، تأسس في 1631 على يد عائلة جاءت نزحت من قصر هردايا، وهي عائلة أولاد بخا، هم الذين أسسوا هذا القصر. أسس على كوديا، منطقة مرتفعة استراتيجية، هذه العقبة تسمى بكودية العقارب. النمط المعماري في كل قصور أو مدن وادي ميزاب متشابه ومتماثل، يبدأ من قمة الجبل أو من قمة الربوة حيث يبنى المسجد أو الجامع، وتعلوه صومعة شكلها موحد، شكل هرمي بيراميد. هذه الصومعة المتميزة في قصور وادي ميزاب والمسجد الموجود في قلب المدينة، ثم بعد ذلك تحيط به الديار والأزقة الضيقة، فيتوسع القصر تدريجيا، يحاط بسور، هذا السور هذا لدواعي الحماية، وكلما ضاق القصر توسع هذا السور المحيط بالمدينة مرة ثانية وثالثة. بمركزية المسجد له دلالة اجتماعية ودينية واقتصادية، كما نعرف بأن تأسيس قرى وادي ميزاب كله كان ملتف حول نظام المسجد وحلقة العزابة التي تسير المسجد العتيق. الذي تأسس العام 1840 للميلاد، وعلى غرار مساجد غردايا يتميز بهندسته المعمارية البسيطة. هو المسجد الذي بني في قمة آخر محطة لجولتنا بغردايا، قصر تفيلالت بابن يزقن، أول مدينة إيكولوجية بصحراء الجزائر، بطراز معماري متوارث منذ قرون. هذا المعلم يعني نقدر نقوله يعني معلم تاريخي اللي يعني أعطى نتيجة معمارية ناجحة، أعرف كيفاش يمزج بين الأصالة والعصرنة، ويعتبر هذا الصرح هذا كتاب مفتوح على الجانب المعماري والجانب الإيكولوجي. القواعد المعمارية التي انتهجت في هذا الصرح هذايا اعتمدت على كل ما هو إيجابي ما تركوه لنا أجدادنا، يعني من ضوابط وقواعد معمارية ناجحة، وهي قواعد
يعني تقاوم الطبيعة لخلق مزاج ولا خلق يعني نمط حياتي متلائم مع الفرد المتواجد في هذه المنطقة. يعني انكب على هذا الموضوع ناس خيرين على رأسهم، يعني نذكروا على خير الدكتور نوح اللي كان اللي هو قائد هذه يعني القافلة، وكان مدعم من أعيان البلدة وناس البلدة اللي يعني آمنوا بالطرح نتاعو. اعتمدت في بنايتها على المواد الأولية محضة، وتغاضينا استعمال المواد المستوردة، أي كلها مواد يعني محلية. كانت فكرة أخرى مواكبة، يعني الجانب الإيكولوجي، يعني لازم يكون للموقع هذا جانب إيكولوجي لخلق يعني توازن بيئي متلائم، كما نقولوا كري ليكوسيستام يعني. وكوننا حديقة يعني بيئية تكون قريبة، تكون كحزام أخضر لهذه المنطقة. غردايا حاضنة القصور الفريدة، جوهرة الواحات، هي أيقونة للتعايش الحضاري. هي غردايا جوهرة على مشارف الصحراء.